اتكلمنا، ويمكن سهام قالت ان حضرتك من الدرجه الثانيه لمنتخب مصر، وحضرتك قلت ان دي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا بالنسبه لك، وشرحت لنا ان كنتوا قريبين قوي من الفوز ببطوله افريقيا بميداليه، بميداليه كمان، لكن ما عرفناش طريق النادي الاهلي كان فين. يعني دخلت النادي الاهلي ازاي؟ طريق النادي الاهلي كان بطوله الامم الافريقيه اللي كانت مقامه في نيجيريا. البطولة دي برضو من البطولات اللي عملتها بشكل يعني برضو كنت متألق عالي جدا، متألق بشكل الحمد لله، يعني كان فيها بشكل كبير جدا، لدرجة ان يعني اللي يمكن في البطولة ديت كان معانا الكابتن طبعا الكبير نجيب المستكاوي، اللي هو طبعا ناقد يعني كان كل الرياضي الكبير طبعا، كان كل احنا كل لعيبة الكورة كانت لما بتيجي مثلا على الساعة 12 بالليل كده يوم المباراة تروح تجيب الاهرام عشان تشوف انت واخد كام وحاجات كده. بيدي درجات، كان بيدي درجات ويقول لك رمضان مش عارف كام والخطيب كام ومش عارف ايه، فاحنا كلنا يعني كنا يعني مهتمين جدا جدا. كنت حضرتك بتاخد كام؟ انا كنت باخد معاه على طول درجات عاليه والله. كم من كام يعني؟ كنت باخد 8 من كام اصلا النتيجه؟ من 8 من 10 كنت باخد 8 اخد 7 اخد 9. في لعيبه كانت بتاخد 1 ولعيبه كانت بتاخد 0. مين اللي كان بياخد 1؟ كتير بقى. لا بس لا واحد لا هو حتى رقم حتى رقم 7 من 10 ده رقم يعتبر جيد جدا بالنسبه للاعب كوره، يعني 10 من 10 يبقى ده تألق عادي كبير جدا يعني. فالمهم يعني واحنا راجعين الحقيقه انكتب بقى مقاله كبيره جدا، قعد بقى يحلل طبعا احنا خرجنا ليه، واحنا كنا المفروض في المباراه مع الجزائر في الدور قبل النهائي كنا كاسبين 2-0 وفاضل ربع ساعة أو تلت ساعة 2-0 وإحنا إيه راكبين الجيم كله، راكبين الجيم وبنضيع جوال رهيبة مش ممكن، وكل شوية داخلين 18 وكل شوية بنروح انفرادات يعني خلاص الناس كلها قالت لك إن منتخب مصر هيكسب ويروح للنهائي يعني. لكن للأسف الشديد يعني في لعيب مدافع معانا بلا أي داعي، لا مش خطأ سيبك من الخطأ ده طلع عارف لعيبة الطايرة كرة اتلعبت في 18 عالية وهي كانت بينه وبين لعيب من الجزائر، راح طالع زي الطايره بالظبط وراح عاملها كده ضربه جزاء. احنا يعني مش مصدقين، ايه يا عم ده في ايه؟ ده المباراه ماشيه في صالحنا. طبعا اتحط الجول دوت وراح متعادلين معانا ولعبنا ضربه جزاء، خرجنا بضربات الجزاء. لكن هو لما واحنا راجعين الحقيقه بعد ما وصلنا كتب مقاله وقال يا جماعه لما تيجوا تحطوا منتخب مصر بعد كده تختاروا منتخب مصر حطوا رمضان السيد وحطوا اي حد بقى كملوا عليه اي حد، وذكر اسم حضرتك تحديدا. ذكر قال حطوا رمضان السيد اللي حتى الموضوع ده المقاله دي عندي في البيت الحقيقه محتفظ بيها محتفظ بيها، حتى يمكن كنت موجود في احد البرامج وكنت واخدها معايا. وده يا كابتن اللي حد من النادي الاهلي كان متابعك وشاف الجزئيه دي وبدا يتكلم مع حضرتك؟ يعني هم انا برضك في حاجه في موضوع النادي الاهلي انا نسيت برضك اقولها، الكابتن عز طبروس. كابتن عز طبروس طبعا لما خلاص يعني انا همشي من نادي التصنيع، فهو راح اتكلم الحقيقه اللي اتكلم مع النادي، هم الناس كانوا متابعين، لكن هو لما راح اتكلم معاهم طبعا جم على طول زي ما قلت لك كمال بحافظ والكابتن حسن حمدي وخلصوا الموضوع الدين. بس كان بطوله الامم الافريقيه المقامه في نيجيريا هي كانت السبب. كابتن رمضان ذكرت اسماء ونجوم كبيره جدا يعني علامات في ذاكره الكره المصريه وذاكره النادي الاهلي، بس مين من اللعيبه اللي تفتكر ذكريات ليهم مع حضرتك شخصيا لا تنسى؟ يعني احنا الحقيقه يعني على عكس اللي موجود دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بيقال في احتراف ومبالغ واموال ومش عارف ايه وحاجات كده. لا الانتماء ده لازم يبقى موجود.